ضمن احتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة 50، نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي حفلا مميزا يتضمن عروضا عسكرية استثنائية وعددا من الأنشطة والفعاليات التراثية. وتضمن الاحتفال برنامجا حافل من الفعاليات الوطنية، بدأ بالعرض العسكري الذي شارك فيه أكثر من 1000 عسكري من مرتبى الإدارة، إلى جانب عرض لفرسان الإمارات. وقال الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي خلال كلمته التي ألقاها بعد انتهاء من استعراض الطابور العسكري، إن اليوم هو عيدنا جميعا ويجب أن نفتخر به، وبهذا الاستعراض الكبير أثبتتم أنكم أبناء دولة الإمارات وأنكم قادرون على رد الجميل لهذا الوطن المعطف.